بدايتنا ستكون من القاهرة مع الأستاذ محمود قاسم. أستاذ محمود، إذن يعني هناك الذكرى 37 كما ذكرنا لاعتراف الاتحاد السوفيتي بوقوع هذه الكارثة، كارثة مفاعل تشيرنوبيل. الآن ما نراه من معطيات في الساحة الدولية هو سباق في التسلح النووي واحتدام هذا السباق ما بين المعسكر الشرقي والغربي. ما رأيك كبداية، هل العالم يتجه نحو استخدام هذه الأسلحة النووية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة الضيوف. في الحقيقة احنا قدام مجموعة من المعطيات فيما يتعلق بالتلويح باستخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية. احد هذه الاعتبارات فكرة ان احنا العالم بيشهد في الفترة الأخيرة او الفترة الحالية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ما يمكن ان نسميه بعصر لا متوقع، بمعنى لم يكن يتخيل احد ان يشهد القرن الحادي والعشرين حرب تقليدية كتلك التي اندلعت في فبراير 2022. وبالتالي فكرة استخدام السلاح النووي ان كان هناك مجموعة من القيود او مجموعة من المحاذير الدولية نتيجة التكلفة الباهظة سواء على الصعيد الاقتصادي او الصعيد الانساني او الصعيد البيئي جراء استخدام هذا السلاح، الا ان لا يمكن لنا ان نستبعد هذه الفرضية في ضوء التحولات اللي بتشهدها الساحة السياسية والنظام الدولي في الوقت الراهن. الأمر الثاني، دعينا نتحدث بشكل رئيسي حول فكرة، إذا جاز لنا التعبير، فكرة تصاعد أو تنامي التوترات الجيوسياسية بين الدول أو دول نادي الدول التي تحوز أو تمتلك أسلحة نووية. بنشوف بشكل رئيسي هناك حالة من التصدع في العلاقات أو التوتر غير المسبوق ما بين واشنطن وروسيا باعتبارهم أكبر دولتين تحوز على سلاح نووي في العالم. بنشوف حالة من التوتر غير المسبوق أيضا في ظل التنافس ما بين الصين وواشنطن في منطقة الإندو باسيفيك واحتمالية أو الهواجس الأمنية المتعلقة بإمكانية غزو تايوان في وقت من الأوقات. أيضا بنشوف التوتر ما بين الهند وباكستان باعتبارهم أحد الدول التي تنتمي للنادي النووي وتحوز على أسلحة نووية يمكن أن توظف عسكريا. بنشوف أيضا ما بين الهند والصين توترات قائمة بشكل كبير في الفترة الأخيرة. هذه المعطيات تقول أن فرضية استخدام السلاح النووي وحتى وإن كان عن طريق الخطأ هي فرضية واردة بشكل أو آخر في ظل هذه التوترات. الاعتبار الثالث اللي احنا ممكن نلتفت إليه في هذه التحولات الكبيرة هي فكرة تراجع دبلوماسية الحد من انتشار الأسلحة النووية. بشكل رئيسي شفنا أحد إفرازات أو منتجات الحرب الروسية الأوكرانية فكرة تراجع الحديث عن فكرة نزع التسلح النووي، ده شفناه بشكل كبير جدا من خلال انسحاب روسيا. نعم، روسيا. انسحاب روسيا بشكل رئيسي في فبراير الماضي من معاهدة نيو ستارت، ودي كانت أحد المعاهدات أو آخر المعاهدات ما بين روسيا وواشنطن التي بتحد بشكل أو آخر أو بتضع قيود ومجموعة من الضوابط على عملية السلاح النووي. نعم.